السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد نسخة جديدة من الفايل نيو دوبليكيت ونحطها على جنب، نبص عليها واحنا شغالين. من قائمة فايل هنعمل نيو، هنحدد ريزوليوشن 300، عرض 40. هنتعلم النهاردة ازاي نمزج بين اكتر من لون ونطلع لون جديد، طبعا باستخدام الثلاث الوان الاساسية الاحمر والاصفر والازرق، ويبقى معانا الابيض والاسود. عايزين نطلع لون جديد يشبه درجة لون الوش من غير ما نستخدم وسيلة التلوين العادية، عن طريق الميكسر براش تول. محتاجين نغمقه شوية، ناخد سنة من الاسود، محتاجين نفتح هناخد درجة افتح، او نحط شوية من الابيض. فلير جديد، هنبدأ نلون ونلتزم بالاوتلاين اللي احنا جهزناه. هنبدأ نعمل لون للشعر بنفس الطريقة. عايزينه أغمق شوية، ناخد الأسود. كل ما قللنا قيمة الميكس بيظهر اللون اللي احنا مختارينه أكتر. ليفل نتحكم في شكل الفرشة، لازم كل شوية نتحكم في شكل الفرشة، نغيرها ندورها بما يتناسب مع المكان اللي احنا شغالين فيه. هناخد لير جديد لللبس، هنشكل لون القميص بنفس الطريقة بواسطة الميكسر براش تول. طبعا لير للقميص ولير للجاكيت ولير للكرافات ولير للمايك.
يفضل ان البراس هنا تكون حادة، هنأثر او نعدل على اللون عن طريق الكولر بالانس لحد ما نوصل لنتيجة مرضية. مش اشكال ان احنا نلتزم بالاوتلاين هنا، لان احنا كده كده اوريدي في فوقيه اللير بتاع الجاكيت، فهيدار يعني. دلوقتي نعمل الالوان، هنكون اللون بتاع الجاكيت. كل ما احتاجنا نغمق هنزود درجة الاسود، كل ما احتاجنا نفتح هنزود الابيض او الاصفر. لير الجاكيت هيكون فوق لير القميص. يفضل الفرشة تكون حادة، الاطراف تكون حادة. هنكون دلوقتي اللون بتاع المايك. عشان نفتحه زيادة نزود سنة من الأبيض. لير منفصل تحت لير المايك للكروات. اللون بتاع الايد بناخد نسخة من اللون بتاع الوش طبعا عن طريق القطار. في الاول بناخد اللون الاساسي لكل حاجة في لير منفصل، وبعد كده بنشتغل عليه، يعني عملية ترتيب. اخدنا درجة اغمق بسيط من درجة الوش، نعمل بيها التفاصيل الموجودة في الوش. وهنستعمل النهاردة تكنيك جديد في المزج، اللي هو اداة السمادج، لان ليها تأثير مختلف عن الميكسر براش تول او عن البراش العادية. نوع من التغيير هنجربه. احنا بنضيف الالوان عن طريق البراش او الميكسر براش تول، وفي التسيح هنستخدم السمادج. احنا دلوقتي بنسيح بسمادج تول.
بنحط التفاصيل بالميكسر براش تول. طبعا الاماكن الفاتحة تاخد لون افتح من درجة البشرة. هناخد السموتش تول نتعامل وهنلاحظ الفرق في النتيجة بينها وبين الفرشة أو الميكسر براش تول. هي بتقل شوية فلازم استخدامها بقيم بسيطة. في اماكن بتكون لها ناحيتين، ناحيه داخليه وناحيه خارجيه. احيانا بيكون المفروض الناحيه الداخليه تكون متسيحه او حاده، فمش بنسيح كله كده من ناحيتين، لا مش في كل الاماكن. طبعا هنا الظل اللي تحت الودن على طول ده حاد، هنغير في قيم المكسر براش تول عشان تديني النتيجة المناسبة. انا عايزة اللون تقيل، كل ما كنت عايزة اللون تقيل اقلل في قيمة المكس. الظل اللي رميل القميص على الجسم، بعد كده هنهتم بتنظيف الشغل. العين تتعمل فلير منفصل، الرموش فلير والخلفية فلير والبؤبؤ فلير. النني بيبقى فيه اكتر من لون، يعني لون الحدود الاوتلاين بتاعه غالبا بيكون الاسود، واللون الداخلي، ولون انعكاسات البيئة المحيطة عليه، وبعدين البؤبؤ الاسود، وبعدين الاضاءة او اللمعة. الحواجب طبعا فرشة تكون دقيقة جدا. فرشة دقيقة جدا وصغيرة. والزيادات ممكن نستخدم فيها الأستيكة بنفس المقاس طبعا.
الشفايف هنعملها في اللير منفصل اللون الأساسي في الأول، بعدين ممكن نغيره عن طريق الساتوريشن لحد ما نوصل لنتيجة مناسبة أو color balance. ناخد درجة أغمق بسيط عشان نعمل الظلال اللي على الشفايف. ممكن نعملها في لير منفصل عشان لو حبينا نعدل عليها ما تأثرش على الطبقة اللي تحت، وممكن نشتغل في نفس الطبقة. بعدين درجة أغمق بفرشة رفيعة جدا، بعدين هناخد درجة فاتحة عشان نعمل اللمعان، وممكن نغير البليندنج مود بتاع الفرشة ونخليه سكرين او دوتش كولر. هنرجع تاني للبشرة، لبشرة الوش، ونحاول نشتغل عليها. نلاحظ ان في فرق بين الاوتلاين وبين الصورة الاصلية، ونحاول نعدل على النتيجة. نحاول نعدل على طبقة الوش ونصلح الخطأ. هنغير درجة اللون، او نحاول نغير درجة اللون من color balance. هنحاول نبدل بين الميكسر براش تول وبين السمج، ونستخدم كولر بالانس للوصول لنتيجة مرضية.
درجة اللون المرضية صعب الوصول ليها من أول مرة، فلازم نحاول إن احنا نختار درجات متناسقة مع بعض. ممكن نستعين بالمصدر الأساسي للريفرنس، لو الأوتلاين مكانش كافي لازم نكون محتفظين بالصورة الأساسية في لير منفصل عشان وقت الحاجة نستعين بيها. طبعا الجزء ده من الحواجب هو الكوالتي مش مساعدة في ان انا اشوفه كويس. الجزء بتاع الجفن ده لازم يكون تقيل هنحط الطبقة بتاعت اللمعان اللي في الشعر في طبقة منفصلة وبنخفي اللير بتاع الشعر اللي عملناه عشان الاوتلاين يكون واضح. هنحاول نقلل الاوباستي شوية بتاع الاضاءة وبعدين نمسح الاطراف باستيكة في درجة من الاوباستي. المكسر براش تول هنحاول بقدر الامكان نشتغل شوية بالاستعانة بالريفرنس طبعا color balance عشان توصل لي النتيجة المرضية لطبقة الشعر. هنغير البلندنج مود بتاع الفرشة ونخليه دوتش color عشان يديني اللمعة بتاعت الشعر. نرجع تاني نشتغل على الوش ونعمل تأثير التفاصيل. Thank you.
الجزء المفرغ من الشفة ده ممكن نعمله بطريقتين، يا اما نمسح الطبقة نفسها، يا اما نرسم بالاسود فوقيها. وانا بفضل الطريقة الاولى. مزيد من التوضيح والتفاصيل، وضع التفاصيل. اللمعة دي ممكن نعملها بالكولر دوتش او بالسكرين، بس اللمعان الزيادة في مناطق كده فيها لمعان زيادة دي تتعمل بالدوتش كولر، وبنسيح طبعا بسمدج. عشان نحط تفاصيل للبشرة بنحتاج فرشة مختلفة عن الفرشة الأساسية، هحطها في اللينك بتاع الدرس. بعد كده طبعا هيبقى في درس مفصل عن ازاي نعمل فرشة بنفسنا لأي حاجة احنا عايزينها. هنغير في الأوباستي بتاع الليل، نبدأ نهتم بتفاصيل الظل. دي مرحلة التنظيف. احنا حددنا اللير بتاع القميص عشان لما نشتغل في الطبقة بتاعت الوش نبقى في مشكلة. هنا ان احنا كنا قافلين اللير بتاع الطبقة، فلما بنمسح ما بيحصلش بشكل مناسب، فلازم افتح القفل الاول وبعدين اشتغل من تاني. انت لو قفلت الطبقة بالقفل وبعدين بدأت تمسح، الوظيفة بتاعت أداة المسح ما بتكونش بكفاءة، بيحصل فيه مشكلة. فلو قررت تمسح في لير انت عامل القفل قفله بالقفل، فلازم تشيل القفل الأول. كليك يمين ونقف نضغط على الجزء اللي احنا محتاجين نبقى في الطبقة بتاعته، ونشتغل على لير القميص نحط التفاصيل بتاعته. هنا دلوقتي احنا في لير في الطبقة بتاعت الكرافات، هنحط الظل والتفاصيل. زي ما احنا شايفين الاجزاء اللي هي القريبة من الجاكيت بتكون مظللة، والاجزاء البعيدة بيكون الاضاءة فيها قوية، لان رياقة القميص بتكون مش مسطحة، بتكون فيها كيرف كده، فالاماكن العالية اضاءتها بتكون اعلى.
هننضف الاوتلاين بتاع الجاكيت بالاستيكة، هنزود الجزء ده لانه مش مظبوط نفس درجة اللون. هناخد طبقة تانية من اللير بتاع الجاكيت ونحط له فلتر جرين. نحط له فلتر فيلم جرين. نغير في القيم بما يتناسب مع النتيجة اللي احنا عايزينها، بعدين نعمل لها بلور، بعدين ناخد فلتر امباس عشان يديني نتيجة البروز اللي بتكون موجودة في التكتشر، بحيث ان احس ان دي خامة حقيقية. بعدين اغير في البلند الجمود بتاع اللير، مثلا بنلايت، وهي دي النتيجة. مش كافية قوي، فممكن نعيد الخطوات. نحط فيلم جرين تاني ونبلور، هعمل لها بلور، ونكرر نفس الخطوات على الناحية التانية. فلتر فيلم جرين بلور امبوس والبلندنج مود بنلايت، ونكررها تاني. هنحط التفاصيل بتاع الظل، تفاصيل القماش في لير منفصل. طبعا هنتحكم في شكل الفرشة كل شوية بما يتناسب مع احتياج المكان. في مشاكل كتير في الكوالتي بتاع الريفرنس، ما أثر على جودة النتيجة.
هنستمر في وضع التفاصيل والظل. قدر الإمكان في ظل، هنا ظل الوش على الجاكيت، الفرشة تكون حادة، ونقلل في الأوباستي بتاع الليل. في ظل للإيد على الجاكيت، ممكن نعمله بفرشة حادة أو بفرشة سوفت، وبعد كده ننعمه بالأستيكة أو بسمج. برضو في ظل للمايك، سمج طول ونعم. هنشتغل على اللير بتاع المايك، نحط التفاصيل درجة غامقة، مش بالبراش، بالبيرن تول، لان هي بتشتغل على نفس الدرجة، نفس الطبقة اللي فيها اللون وهي بتغمقها، وده بالنسبة لي انسب من استخدام الفرشة. بعدين بالديجيتور عشان تديني الدرجة الفاتحة، كل ده في نفس الطبقة بتاعت اللون الأساسية، ما اشتغلناش في لير منفصل، في نفس اللير. مزيد من التفاصيل، البرن تول والدوج تول بالتناوب على حسب ما انا محتاج. طبعا لازم اغير في اللمعة زي دي، لازم تكون بالدوتش كولر او سكرين.
هنا انا بحط التفاصيل بالبرش مش بالبيرن تول. لازم يكون في اختلاف او في تنوع في الادوات بتاعتي. هنشتغل على الايد، نحط طبقة الاضاءة، درجة فاتحة من لون الايد، اماكن المنورة مش لازم تكون بنفس درجة الشدة، وممكن اقصر عليها واقللها او ازودها. الزل طبعا الفرشة حادة، انا بحط التفاصيل الصغيرة دي اللي لازم تكون موجودة في لير منفصل في الاول، وبعد كده بعمل لها ميرج مع اللير اللي تحتها. بلف البروجكت لو احتجت، لو ما عندكش الاوبشن بتاع الروتيشن ده ممكن تحاول بقدر الامكان ان انت تشتغل من غيره. هو بيكون موجود بس في التابلت. هو إضافة مهمة طبعا للرسام، ولكن تقدر تشتغل من غيره بس مش هيكون بنفس السهولة يعني. هنحط المناطق الغامقة، طبعا العناصر اللي فيها كيرفات الاماكن الغامقه ما بتكونش على الطرف قوي، والاماكن الفاتحه يعني افتح مكان ما بيكونش على الطرف قوي، واغمق مكان ما بيكونش برضو على الطرف قوي، بيكون في درجه من الميدتون في الاطراف. نعم، عن طريق سمادج تول هنلاحظ ان في تلاشي هنا في الظل في الطرف، وهنا في حدة وقوة في درجة اللون، لان الظل بيبدأ تقيل وبينتهي خفيف. بقدر الإمكان هنحاول نعمل خطوط، لأن هي ما بتكونش في الواقع حادة زيادة عن اللزوم كده. مزيد من التفاصيل،
من المهم جدا ان احنا نلتزم باماكن الاضاءة واماكن الظل عشان نوصل لنتيجة شبيهة بالواقع. نحاول نغطي على الحدة بتاعت الخطوط بسمادج تول، هننضف الألوان اللي احنا عملناها، نمسحها، نحدد لير كل واحد ونمسحها. مازال هناك مزيد من العمل، رغم وجود الأوتلاين ولكن بحتاج أتأكد من الريفرنس نفسه بأن التفاصيل في مكانها. سمادج تول اتنين اوبشن، واحد لو شلنا السكاترنج بتبقى الفرشة كده، بس ده بيساعد في الإزاحة، يعني بستخدمه لو انا عايزة احرك مساحة فيها لون في اتجاه معين. الإضاءة ما زالت بحاجة للعمل، محتاجة أأكد على الإضاءة في أماكن معينة، أو محتاجة أأكد على اللمعان. أفضل هنا ان انا استخدم دوج تول عشان تديني اللمعة الشديدة. تفاصيل الشعر الدقيق اللي في المنبت بيكون بفرشة أوباستي قليل وحجمها قليل جدا، وأقلل اللير بتاعها، أقلل الأوباستي بتاع اللير، وبالأستيكة أمسح الأطراف. من لير جاست من لير
بنختار لوك اب وبن بنغير في ال color correction للبروجكت كله. انزل بالسهم لحد ما اوصل لنتيجة مرضية، وممكن اقفل الليل، اقفل العين بتاع الليل عشان اعرف الفرق. لاحظت هنا ان في حتة هنا فمحتاج ان انا اعمل تعديل. أتمنى يكون الشرح مفيد، ولو في أي تعليق أو استفسار ياريت تكتبوه في الكومنتات، وشكرا على المشاهدة.